إذا تحتضن عاصمة مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا مؤتمر باليرمو الدولي لأجل ليبيا الذي تقرر انعقاده اليوم وغد في ظل فرض إجراءات أمنية واحتجاجات يعني تعصف في تلك المنطقة وحالة ترقب دولي وعالمي. هناك الكثير من الوسائل الإعلامية تراقب عن كثب وتنقل مجريات هذا المؤتمر. هذا المؤتمر حضره يعني شخصيات عدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. بالتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر هناك حضور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أيضا هناك زيارة رسمية للرئيس السبسي وغيره بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. هذه التأكيدات جاءت عبر صحيفة كوريري دي لا سيرا. الآن هناك احتمالية لحضور سيادة المشير قائد عام الجيش الليبي هذا المؤتمر الذي ينعقد بالتزامن مع مؤتمر باليرمو. هناك مؤتمرين، مؤتمر باليرمو ومؤتمر آخر أمني أو اجتماع أمني آخر ينعقد على مستوى القمة تحتضنه باليرمو بدعوة من الحكومة الإيطالية. كما جرت يعني هذه المراسم الاستقبال كما نشاهد في هذه الصور وحضور مكثف لوسائل إعلام عدة. هناك عدة شخصيات حضرت من مجلسي النواب والدولة على رأسهم عقيلة صالح المستشار رئيس مجلس النواب، أيضا رئيس ما يعرف أو ما يسمى بمجلس الدولة المشري والوفد المرافق له. هناك حضور للكثير من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، أيضا هناك حضور لغسان سلام المبعوث الأمم المتحدة في ليبيا أولاد ليبيا. الآن أريد أن أفتح نقاش حول هذا المؤتمر، تبعاته، موعد انعقاده في هذا التوقيت ومدى نجاحه خصوصا في هذه المرحلة، وما المرتقب أو النتائج المرتقبة التي سيخلص عليها هذا المؤتمر أو سينتج عليها هذا المؤتمر. نترقب البيان الختامي. هناك صورة تذكارية ليوم غد. الآن هناك مباحثات تجري بشكل أو بآخر في أروقة المؤتمر. إذن الآن سنتابع بشكل عام هذا المؤتمر، وبعد قليل يمكن أن يكون هناك نقل مباشر من باليرمو عبر ليبيا الحدث. ولكن أفتح النقاش الآن على الأرقام، هذه بإمكانكم التفاعل على منصات ليبيا الحدث على الفيسبوك صفحتنا المباشرة. هناك حضور للمشاركة حول الوضع الأمني مع إيطاليا من مصر وروسيا وتشاد والسودان والنيجر على هامش القمة. هناك مباحثات سياسية، هناك ممثلين لدول مثل قطر وغيره، حضور أيضا للسراج والمشري. الآن هناك يعني متابعة بشكل أو بآخر حتى لتحركات القيادة العامة وسيادة المشير. هناك رفض أو امتناع من القيادة العامة وتمثيل على مستويات أخرى في مؤتمر باليرمو وسيادة المشير، كما جاءت المصادر أو كما صرحت مصادر متطابقة أنه سيشارك في مؤتمر سينعقد بالتزامن مع هذا المؤتمر ولكن بشكل أمني. هناك مطالب أو مؤتمر يختص على الجانب الأمني. هناك مبادرة إيطالية لمناقشة الوضع مستقبل ليبيا. هناك تصريحات عدة حكمت على هذا المؤتمر بالفشل مسبقا، منهم أعضاء في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الدولة الذين يتواجدون الآن في إيطاليا. الآن أريد أن أفتح نقاش بشكل أو بآخر على هذا المؤتمر، تطلعات الشارع الليبي وكيف يراقب أو يترقب هذا المؤتمر وانعقاده في هذا التوقيت، وهل يرى المواطن الليبي
أن يعني أن تكون هذه المؤتمرات يعني ستخلص لنهاية الأزمة أو سيكون هناك اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من 4 سنوات، تخلل يعني أزمة سياسية وأزمة ثقة بين الأطراف الليبية، هناك أطراف دعمت الإرهاب، هناك أطراف دعمت الميليشيات، هناك يعني هناك أطراف ميليشياوية إرهابية ولكن بقالب سياسي دخلت في معترك أو اتفاق الصخيرات، ومن بعدها أصبح لها تمثيل في المجلس الرئاسي وما يعرف بالمجلس الدولة بعد إحيائه باتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات مر عليه إلى هذا التوقيت العامين، ولكن كان حليفه الفشل في كافة مناحي الحياة أو سواء كان السياسية الاقتصادية والأمنية. هناك تردي في الحالة الليبية وانقسام حاد دفع ثمنه المواطن الليبي بشكل أو بآخر. المطالب، هناك مطالب قدمتها القيادة العامة تحصلت عليها صحيفة المرصد، وهناك الآن مفادنا، هناك عوض البرغطي كان له وجود في أخبارنا المتواصلة وتغطية ليبيا الحدث بشكل مباشر من هناك. سأبدأ مع بحريك من المرج وأيضا فرج من سلوك. بحريك، ما مدى نجاحة أو إمكانية نجاح هكذا مؤتمرات دولية للحالة الليبية؟ تحية طيبة لك أخي العزيز والأخ اللي خلف الكنترول. نعم، أهلا بك. لا شك يا أخي العزيز أن هذا الشيء مع الأسف رش كما حدث في الصخيرات وكما حدث في اتفاق فرنسا باريس. لماذا هذه التلاعب وهذه المؤامرة الدنيئة من دولة استعمارية زي إيطاليا اللي جابت ما يسمى المجلس الأعلى على فرقاتها، مشي امتلاءاتها وشروط كما يحدث في عهد النازية في فرنسا، اتفاق فيشي اللي تم الحكم العسكري الفرنساوي في أثناء حكم الاحتلال الألماني في فرنسا. هذا اللي كان به العملاء والخونة، لابد من رجعت الموضوع، وهذا بالحاج وهذه خطر. هذا يقول شنو الصلاح اللي جايبينا؟ والله جماعة البرلمان اللي بطلتموا الناس وضعها وحطوا الثقة يدعكوا بال15 وبال20 باش ياكلوا من أموال الشعب الليبي نظريات وسلات وفنادق من عقيلة صالح اللي خان الوطن وخان الشرف وخان الدم الليبي اللي يندفع باش مشاع ما خونا ودارونا هالكيان ودارونا هالعصابات والميليشيات. هذا مش بتاع إيطاليا، لا من المجرمين ولا من قطر ولا من تركيا ولا من خراب ليبيا وضيعها. ما يصلح ليبيا إلا من هذه الزمرة وهذه الشلة. لابد الشرفاء في طرابلس أن يطلعوا الشرات اللي رجل غريب جاء على فرقاطة وعطى سيادة الوطن، باع كرامة الليبيين، خلاها دولة تحت الوصاية الأوروبية، وهذول العملاء اللي في البرلمان لابد من نصحهم بالكل بالكامل. هذول خربوا وضيعوا خلونا في جوع وفي ذل وفي مهانة، عبارة عن نفقات وأعمال إجرامية ونهب الأموال المجمد والداخل في الداخل والخارج. لابد من وعي حية لكنس هذه العمالة وهذه الخيانة كما طلعنا في 17 فبراير وكما طلعنا ضد الفوز الإيطالي. نعم، طيب، شكرا. إلى سلوك مع فرج. نعم، أهلا بك فرج، إليك التعليق. هناك من وصف هذا المؤتمر بالمسرحية، هذا التصريح عبر شخصيات سياسية منهم عضو في مجلس النواب السعيد. تفضل. هل هذا المؤتمر أصبح هو مسرحية سياسية أو لالتقاط الصور أو لمكاسب إيطالية شكلية، أم تعتقد بأن هذا المؤتمر هو يخلق بدائل للحالة الليبية أو يحرك الأوراق السياسية الليبية بشكل أو بآخر؟ فرج من السلام عليكم. أهلا بك، كيف حالك؟ تفضل يا سيدي. بالنسبة للرأي متاعنا ممكن يختلف عليه كثير من رأيات الناس. نعم. اللي أول ما يبدأوا يقربوا في بعضهم ويعيبوا في بعضهم، هذول أخوان هذول كذا هذول أخوان. في أخوان وفيه خوان، في خوان وفي اخوان. نحن كنا الاخوان، كنا اخوان. حتى السنوسي كان اخوان، وكنا نقولوا حتى مثل العربي ليبي يقولوا كل قول فطور اخوان. العمليه في الخونه. وبالنسبه للمسرحيه، مسرحيه من في فرق بين اخوان لحظه في فرق بين اخوان السنوسيه والاخوان وتنظيم الاخوان، في فرق. نعم،
لا في فرق بالنسبه للامل والله الامل اخوان السنوسيه معروف، الحركه السنوسيه حركه معروفه، حركه اسلاميه معروفه وكان لها فضل كبير وتاريخي ومدرسه تعتبر مدرسه، لكن التنظيم الاخوان هذا تنظيم دولي وجاء من مصر ومعروفه كجماعه دوليه، ما في فرق بين الاخوان السنوسيه والاخوان ما يعرفوا بين قوسين بالمسلمين. نعم اخواني فضلوا في الاخوان وقولوا قول فطور اخوان الليبيين لا لكن لا مل في الله وفي الجيش، انا كلنا نعترف بالجيش. وبعدين المؤتمر اللي داروه في فرنسا وتموا يقولوا نديروا نواب ونجد النواب، النواب اللي هم عام ولا عامين قاعدين مبدلين ارواحهم عندنا هنا في الشرق، المفروض داروا نواب اخرى يا سيدي ما يريد يبقوا خير من الاولين، لكن يستفيدوا حتى هم. لكن احنا صار لنا مسار واحد الله يرحمه جريري يقول الصبايا مرشخات علينا، لكن اللي يريدانها نديروها. نحن قالوا ايطاليا ما نتبعش فيها وتوا نص المؤتمر راه في ايطاليا. فرنسا الاجتماع اللي في فرنسا راهو النواب استمروا وداروا نواب من جديد. وكل الجيش راهو الامل في الله وفي الجيش، كل المدنيه هذه ما تتبعوها بالكل. ونحن عندنا وقتين مخطوفين من سلوك هنا قريب لهم عام توا ما فيه واحد يجيب منهم علم ولا عامين. طيب اشكرك فرج من سلوق ونسال الله السلامه للجميع وكل المفقودين ان يرجعوا لعوائلهم قريبا باذن الله تعالى. اشكرك. انتقل الى فتحي من طبرق واسع، يعني سادخل في النقاط التي عرضتها القياده العامه او مطالب القياده العامه منذ بدء انعقاد المؤتمر من خلال وفد القياده. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله، نشكرك ونشكر الطاقم المصاحب لقناه ميدا الحدث. نعم. على هذه والله لو كان قناه الحدث نحن اصلا ما نشفع مين شيء ولا نعرفوا شيء، لكن الحمد لله اللي عندنا مذيعين وعندنا طاقم مصاحب وعندنا قناه الحدث اولا. ثانيا الرجل تو يسالي فيك ويقول لك الاخوان كانوا ايام الملك راح الاخوان قبيله من في طبرك انا ما مش اخوان معروفين يعني. نعم واخوان السنوسيه معروفين. نعم اعرفهم وعندي بهم حتى صله قرابه. نعم قبيله هاي مش اخوان، مش الخوان اللي تو عجيب والصراخ والجماعه اللي معاه هذه ناحيه، وناحيه اخرى او اي واحد حضر مؤتمر بلاغمو والله قياده معفنين اللهم يا معني هذه خيانه وطنيه من سنه 1911 هذا اللي عرفه انا بيجي. بعدين الراس قضيه ليبيه محلاش المشير والجيش، وبعدين الراس قالوا القضيه الليبيه وقالوا الشهداء وقالوا دم الشهداء. والسلام عليكم ورحمه الله. طيب شكرا لك. صحيفة المرصد تحصلت على مطالب القيادة العامة التي قدمتها عن طريق وفد مدني أرسلته إلى مؤتمر باليرمو برئاسة فاضل الذيب بصفته حضر ككبير لمستشاري المشير خليفة حفتر. هذه المطالب جاءت في الشق الاقتصادي وهو المسار الأول من المؤتمر الذي انعقد صباح اليوم وانتهى قبل قليل في قصر إيجيا الذي يضم عدد من الأطراف الليبية. تتكون وثيقة مطالب الوفد القيادة التي طلعت عليها صحيفة المرصد من أربع نقاط رئيسية قدمت من الوفد أمام المشاركين وهم سفراء الدول الأجنبية في ليبيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولة الشؤون السياسية بالبعثة الأممية ستيفاني ويليامز. كان أول مطالب الوفد في هذه الوثيقة هو ضرورة إدراج برنامج لتعويض ضحايا الحرب على الإرهاب في مدينتي بنغازي ودرنا والهلال النفطي وغيرها من المناطق، وخاصة تعويض عائلات شهداء قوات الجيش الليبي. ثاني المطالب كان ضرورة فتح تحقيق في تمويل مصرف ليبيا المركزي لخطابات الضمان القائم اعتمادها ولم تنفذ بالشكل القانوني وأرسلت بدلا من ذلك كحاويات فارغة أمام مرأة ومسمع الجميع. وهذه النقطة إلى هذا التوقيت يتقعس سواء كان القضاء الليبي، ديوان المحاسبة عرض الكثير من الفظائع حيال هذا الملف وملف الاعتمادات المستندية. مصرف ليبيا المركزي أيضا لم يوضح أو لم يعطي أي إيضاحات للرأي العام أين ذهبت الأموال الليبية التي جاءت أو التي تم استنزافها من خزائن الدولة الليبية أو من خزينة مصرف ليبيا المركزي طرابلس طيلة ثلاث سنوات أو أربع سنوات فائتة، وعن يعني من خلال برنامج الاعتمادات المستندية، وتأتي على هيئة حاويات فيها طوب مية
أو مياه، أكياس رمل، ملابس مهترئة، مواد غذائية منتهية الصلاحية وغيرها من المواد. وهذه درنا عليها أكثر من حلقة، عشرات الحلقات، وكافة وسائل الإعلامية ركزت على هذا الأمر وهذه النقطة تحديدا. إذا نقطتين، النقطة الأولى هي مطالب بتعويض عائلات الشهداء، شهداء الجيش الليبي. النقطة الثانية وهي بحث أو فتح تحقيق مع مصرف ليبيا المركزي في مسألة الحاويات الفارغة والخطابات الضمان القائمة أو الاعتمادات المستندية. المطلب الثالث تمثل في ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط لكافة الشعب الليبي بكامل المدن أو بكافة المدن والمناطق الليبية. والمطلب الرابع فقد نص على ضرورة التعريف بآليات الرقابة على الأموال الليبية المجمدة بالخارج، في إشارة للإقرار البلجيكي الأخير بتسريب أو بتسرب مبالغ كبيرة من فوائد تلك الحسابات. إذن هذه المطالب الاقتصادية جاءت في الجلسة الاقتصادية التي انعقدت صباح هذا اليوم، ومن المفترض أن هناك جلسة تنعقد في الجانب السياسي، وإلى هذا التوقيت لا نعلم ما هي مطالب القيادة في الجانب السياسي. هذا الجانب الاقتصادي. أما بالجانب الأمني فسيشارك كما جاءت المصادر سيادة المشير رفقة عدد من الزعماء المنطقة، وأيضا الحكومة أو رئيس الحكومة الإيطالية سينعقد مؤتمر آخر إلى جانب هذا المؤتمر وهو يختص بالجانب الأمني. أنتقل إلى أشرف من بنينة. أشرف، تعليقك حول الأربع مطالب طالبت بها وتقدم بها وفد القيادة العامة على رأسه كبير مستشاري سيادة المشير. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اول حاجه اقترح مع ارواح الشهداء باهي. نعم. وانا عندي مطلب بسيط بس للقناه الحدث. نعم. انها اليوم تدي عنا برنامج فيلم الشهيد عمر المختار. نعم. بس انا اللي نبيها منهم انهم اليوم في اجتماع اللي دايريننا في روما غادي. اللي معذبيننا ومقطعيننا وقتليننا ومجوعيننا وياما دايرين فينا. حاجه واحده كان قناة الحدث مع المواطن تنزلنا فيلم الشهيد عمر المختار. طيب هذه نقطة حاضر إن شاء الله بإذن الله. لكن ماذا عن مطالب القيادة؟ يعني طالبت القيادة وفق مصادر إعلامية بأربع مطالب: تعويض أسر الشهداء، توزيع عادل للنفط، التحقيق مع مصرف ليبيا المركزي وغيره من المطالب. كيف تعلق على هذه؟ وأيضا مطلب آخر بما يخص بالأموال الليبية المجمدة. أخويا أحمد، نحن جدودنا الأولين يا مديرين فيهم الطليان لعوضوهم لحقيناهم. نحن اللي عوضنا هو الله باهي. لكن كونه أن لا، هو المطالب مش للطليان، هو المطالب للمجتمع الدولي اللي حاضر الآن، لأن هناك منظمات من صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية والحكومات وغيره الممثلين الدول مختلف الدول العالم. يا احمد، نحن للاسف عقيده صالح وعدنا خضع لايطاليا وكم مره ونشد بالله كان سياسه المشير. نعم. الله غالب عليه، راجل يزر فيه وراجل كذا. لكن نحن نقول لك حاجه، منطقه شرقيه قسما بالله ضد الاخوان، يديروا ما يديروا كلم منطقه شرقيه ما مخشيلها ولهم حاكمينها دبي فيها رجاله. طيب شكرا لك. انتقل الى الابيار مع عبد الرحمن. اهلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. أصدار أهلا بك. قلت لك أستاذ أحمد. نعم. عاد حب هيك العين الطبيعي، الحب هيك العين الطبيعي خير مني. عرفت أستاذ أحمد؟ شنو سبب تعليقك؟ تعليقي عارف مثلا انقلاب عسكري، والله تبقى انقلاب عسكري، بس عندي كلمتين أقول لك كذا. والله المفروض انقلاب عسكري على أي شنو هذا أخوان المعصلين والطبيعيين يا رب، الطبيعيين مقتلين جدودنا يا رجل. الطبيعيين كسرونا، الطبيعيين طبيعي يا رب شو الحب لك العين؟ شش منها يا استاذ؟ خلص قيد صالح عديلهم، خلص المشري عديلهم. نعم. طيب شكرا يا عبد الرحمن. إذا هذه الأربع مطالب قدمتها أو تقدم بها كبير مستشاري المشير والوفد المرافق له.
بعد انعقاد صباح اليوم المؤتمر، وكانت الجلسة معنية بالشق الأمني بشكل أو بآخر. عضو مجلس النواب واحد أعضاء وفد المجلس 15 المشارك في مؤتمر باليرمو يعني أعلن انسحابه من جلسات المؤتمر. السعيدي أرجع في تصريح عبر صفحتي على فيسبوك بسبب انسحابه باكتشاف حقيقة أهداف المؤتمر الذي وصفه بالمسرحية. السعيدي تحدث بأنه سيقدم إيضاحات أوفى في وقت لاحق، معربا عن تأكيده على أنه لن يسمح بأن يسجله التاريخ كشاهد زور، وذلك بحسب تعبيره. جلسات مؤتمر باليرمو هي تأتي في هذا التوقيت، تنظمه إيطاليا، وانعقد في القصر إيجا بحضور كبير مستشاري المشير وممثلي باقي الوفود وبحضور نائبة المبعوث الأممي في ليبيا. وفد انتقاد، هناك انتقاد من وفد مجلس الدولة الاستشاري خلال جلسة الشق الاقتصادي في المؤتمر والذي ترعاه الحكومة الإيطالية. تعاطى مجلس النواب مع المساعي لتوحيد المؤسسات، أو تعاطي مجلس النواب مع المساعي لتوحيد المؤسسات السيادية في ليبيا. وفد مجلس الدولة طالب بحسب ما نقلته عنه قناة ليبيا بانوراما المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس بالإسراع في تطبيق بقية الاقتصادية لإنجاحها، وبيّنوا بأنهم عملوا معهم على إنعاش الاقتصاد باتخاذ معالجات وصفوها بالمؤقتة. أنتقل إلى فاطمة من طرابلس. أهلا يا فاطمة. فاطمة إذا أنت في الاستماع تفضل. ألو، السلام عليكم. أهلا بك. كيف حالك أستاذ أحمد؟ أهلا بك. تحية نعم. لك وتحية لقناة الحدث. نعم. والله يا أستاذ أحمد أنا نشكر أخوتي كلهم اللي قبلي. والله الله اللي دار المشير هذا فوق روسنا، ونشكر سيادة المشير. نشكر خليفة حفتر أنه ما حضرش مع مجموعة الأوباش اللي قاعدة تتآمر على الشعب الليبي وتبيع في ليبيا. ليش انتوا الليبيين، ليش انتوا تجاروا للطليان بعد ما كانوا الطليان هم اللي يجاروا للليبيين يا سيد احمد؟ واني مع اخويا اللي قال عقيلة صالح خان الوطن، كلكم يمتعين البرلمان، خنتوا ليبيا وخنتوا ليبيين، لكن الله حينتقم منكم. ليش حتى نفعكم المراصة اللي تجروا عليها ولا الفلوس؟ كلكم ميتون، لكن ليبيا قاعدة. ونشكر أخوي اللي قال لك الشرق دبلنا فيها تريس ما يخشوه لا الطليان ولا غير الطليان، لكن احنا في طرابلس وفي الجنوب المفروض تريس تتحرك. لو كان في تريس تتحرك زي الشرق على المهاجر اللي صايرة في طرابلس واللي صاير في الجنوب. يا سيد أحمد معقولة هيك ليبيا بعتوها علشان شنو؟ ضحى بها أستاذ. والله يا أستاذ أحمد هم راهوا في عهد جدي عمر المختار، راهوا في شارف الغرياني وفي فضيل بعمر وفي عمر المختار. أنت يا عقيلة صالح وسهام سرقيوي ومش عارف أنتوا منه أصلا، أنتوا منه؟ أنتوا من ضمن قائمة الشارف الغرياني. أقسم بالله حينتقم منكم، حتقعدوا في مزبلة التاريخ. اجروا على المناصب، على قولك خذوا المكاسب، خذوا المناصب، لكن خلوا وطن، خلونا ليبيا. ما نبغوا منكم شيء، احنا ما نبغوش فلوس. حتى السيوله يا استاذ احمد اللي تو حطوها للليبيين هذا كله ضحك، عارفين على الدقون. ما يبغوش فلوس الليبيين، احنا نبغوا ليبيا، لا نبغوا فلوس، لا نبغوا كال، ما نبغوا. والله انا وحده ان شاء الله يقطعني الشر، لكن ليبيا ترجع كرامتها. مش مره قطري، مره تركي، مره طلياني. حرام عليكم يا ليبيين، خافوا ربكم، ارجعوا بليبيا، ارجعوا بليبيا، حرام عليكم. هذم كلهم طامعين فيكم. ايطاليا يا استاذ احمد تحبنا احنا الشعب الليبي، ايطاليا رافعه علينا احنا الشعب الليبي. ما هو كل الازمات مفتعله من ايطاليا ومن بريطانيا ومن امريكا، كل الفلوس فيه والضي فيه. توا يا استاذ احمد عارف ردونا على قسطان الضي من جديد. نعم. الو، نعم نسمع فيك. قسطان الضي من جديد لحمان. مرة يحطوا لك فلوس، خذوا حتى 30,000 وبعدين يقطعوا لك الضي. ليبيا فيها خيرات يا استاذ احمد، ليبيا فيها خيرات. ليبيا لكن نبي اني لايمه على عرب طبرق، عرب بنغازي والشرق هذين ما شاء الله، اني لايمه على الناس اللي في طبرق.
علي أهل طبرق البرلمان احداهم والله يلا لو كنت نسكن غادي أقسم بالله يا سيد أحمد إني فجرت البرلمان باللي فيه كله ما فيه. طيب شكرا يا فاطمة شكرا. ما نوصلوش لدرجة أن نحن نتبنوا أفكار التفجير ولا أفكار العنف وأفكار الإرهابية مهما كان، لابد أن احنا نحافظوا على الاعتراض السلمي أو الانتفاض في الشارع الليبي ضدهم. يكفي أن الخروج في الساحات ضد كل هؤلاء المجالس المتصارعة ووضعهم في موقف المحرج، ولا بد عليهم أن يتحركوا من هذا المشهد أو ينهوا وجودهم من هذا المشهد السياسي المتشابك الذي أدخلونا في، يعني كيف كرة الثلج أصبحت كل مرة بشكل، وأصبحوا ودخلونا في شباكهم للأسف، وما ودخلوا الليبيين في شباك صراعاتهم بين طبرق وبين طرابلس أو بين مجلسي ما يعرف أو ما يسموا بالدولة والنواب، وما يدفع ثمن المواطن الليبي. لكن المنتظر، ما المنتظر من هكذا مؤتمر انعقد وسبق انعقد مؤتمر أو ينعقد وسبق انعقد مؤتمر في باريس، لكن واتفقوا بأن نتج الانتخابات، ولكن فشلت أو فشلوا الأطراف السياسية الليبية، ومش فشلوا لكن كان هناك إصرار منهم أن لا نتج إلى انتخابات في ديسمبر، هذا وفق حتى تصريح سلام أمام مجلس الأمن. الآن ما الذي يريده مجلس النواب؟ ما الذي يريده ما يسمو بمجلس الدولة؟ ما الذي يريده السراج ومجلس الرئاسي؟ ما الذي يريدونه الآن في هذا التوقيت؟ وكيف ستكون نتائج مؤتمرهم في إيطاليا؟ هل ستأتي في صالحهم بالتمديد لوجودهم والمناداة بانتخابات بعد عام بعد فترة لا نعلم من يقدرها وفق مصالحهم الضيقة والخاصة والشخصية؟ أنتقل إلى عبد الله من البريكة، إليك التعليق. الجميع ينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفي ظل مطالب القيادة العامة في الجانب الاقتصادي، هل مثلت القيادة العامة صوت الشارع الليبي مبدئيا من ناحية الاقتصادية؟ أستاذ أحمد مساء الخير يا أستاذ أحمد. شكرا. أهلا بك وعليكم السلام. أولا أستاذ أحمد، المؤامرة على 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 الشعب الليبي وعلى عقول الشعب الليبي وعلى ليبيا بدأت من عند الصخيرات. الصخيرات هذوم اللي اجتمعوا الخونة طلعوا لنا مجلس الدولة وطلعوا لنا. وطبعا يا أستاذ محمد في دول عظمى من والأمم المتحدة تسعى إلى تقسيم ليبيا. تسعى إلى تقسيم ليبيا، ونحن شعب واحد متوحد بإذن الله بجيشنا الوطني الليبي، وبفضل الشعب الليبي جميع قبائلنا في ليبيا وجميع أي مواطن ليبيا أن راهم لليبيا، ويجب أن تمسكوا بالجيش الوطني الليبي، هذا هو الحل الوحيد. طيب القيادة طالبت بأربع مطالب في الجلسة الاقتصادية، أربع مطالب قدمتها القيادة العامة، سمعت ولا لا يا عبد الله؟ نعم يا استاذ محمد. سمعت المطالب القيادة ولا لا؟ اللي ثريت ما سمعتنيش يا استاذ محمد. طالبت بتحقيق في مسألة الأموال الليبية المجمدة، تحقيق في الاعتمادات المستندية اللي جاءت عن طريق يعني تم سرقتها وتم استيراد بدل من مواد غذائية وغيره، تم استيراد طوب ورمل ومية وغيره، وطالبت القيادة بتعويض العائلات الشهداء في معارك بنغازي ودرنا والهلال النفطي. هل هذه المطالب تمثل إرادة الليبيين؟ هل هكذا، هل يمكن القول بأن وفد القيادة يعني جعل من صوت الشارع الليبي موجود في هذا المؤتمر؟ نعم يا استاذ محمد، نحن الصراحه القياده هي اللي وقفت للشعب الليبي ووقفت للوطن الصراحه، بس هذوم السياسيين والاخوان هم اللي سرقوا اموال الشعب الليبي وبداوا في وتو حاليا يسعوا الى تقسيم ليبيا. لكن الحمد لله نحن عندنا قياده حكيمه وعندنا ثقه في جيشنا، والحمد لله جيشنا من جميع مناطق ليبيا. طيب شكرا.
من ضمن المطالب هي ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط الليبي، هذه إذن المطالب في الجانب أو في الشق الاقتصادي، الشق الأمني والسياسي إلى هذا التوقيت ما زلنا في انتظار ما سيخرج أو سينتج من هذا المؤتمر من بيان ختامي، وأيضا مطالب القيادة العامة والتي سيتم تسريبها بشكل أو بآخر أو الإعلان عنها بشكل رسمي أو من بشكل تسريبات إعلامية. أنتقل إلى أمينة من البيضاء، أهلا بك أمينة. نعم، تفضلي تعليقك حول تبعات هذا المؤتمر وانعقاده في هذا التوقيت، كيف ستكون؟ نعم تفضل. نعم اسمك السؤال. تبعات هذا المؤتمر او نتائجه كيف ستكون من وجهه نظرك؟ احمد، من غير تشاؤم، هي حقيقه وباين علينا زي عين الشمس وضح النهار يعني. ولا مليون مؤتمر زي مؤتمر باليرمو هيحل الحل. نعم نسمع فيك استرسل. ولا مليون مؤتمر زي المؤتمر هذا حيحل الحل، حيبقى حل في ليبيا، هم حيزيدوها تأزم وحيزيدوها هم وغم. نعم. بالنسبة لطلبات المشتري هذا مطلب شعبي يعني، بس هم ما يقدروش ينفذوه، لو كانوا بينفذوه لو راهم نفذوه من 2011. هم أصلا هم سبب الفوضى وصار الاستشهاد عيالنا، هم اللي جابوا الأخوان يستشهدوا بيننا. وهم سبب الفوضى، ما كيف بيحلوها وكيف بينفذوا مطالبنا ما دام هم سبب المشاكل هذه كلها. حزب التأزم. نعم. المشير هو رجل الوطن، هو الرجل اللي بحجم الوطن، وهو الحل الوحيد هو الجيش. غير ما فيش حل، والحمد لله عندنا عمل، ولولاه الحمد لله يعني ما كنا شكي، لولاه نعم الحمد لله يعني اشترك سوى متحرك كله بفضل الجيش يعني الحمد لله. طيب أشكرك، أنتقل إلى عيسى من سلوق، أهلا يا عيسى. أولا بسم الله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نشكر قناتكم الموقر على إتاحة هذه الفرصة لنا، القناة الوطنية. نعم. القناة الجيش والشرطة وقناة الكرامة. نعم. نحن اليوم رانا نقول في كلمة الحق، ويجب أنها تلتفت على رجال الوطن على رأسهم سيدي المهيب أركان خليفة بالقاسم حفتر. هذا الراجل راهو راجل، هو مفتيح الوطن وهو اللي معاه الكلام والسلام، ويجب أن السادة والله الناس اللي مشوا برا لإيطاليا روما وين ما ماشيين هالمؤتمرات اللي يتداوروا كل مرة ماشيين في مكان، راه اللي مثلنا هو مفتيح الوطن وراجل الوطن والكلمة معاه، ونحن رانا وراه قدامه بالبندقة وبالمال والرجال. نعم. ونترحم عليه عمي العمدة الغالي والشيخ بريك أبو علي اللواطي شيخ قبيلة العواقير اللي شرفنا، ونترحم على جميع الشهداء الرجالة اللي جابوها بخشم البندقة وخشم الدبابة والأربعتاش ونص والمية وستة. طيب. بالنهار نقسموها سبل، رانا نقسموها سبل، ونشكر لازي زلمنية حقيقة اللي قايمة بواجبها، ومدرية أمن الأبيار حقيقة على موضوع صيانة هالطريق اللي اليوم على رأسهم الملازم إدريس حمد الله وسالم الشوبي والرجالة اللي مصبية في باب القيادة حقيقة بارك الله فيهم. نعم. ونحن رانا عقب النهار رانا عندنا شياب هم اللي معاهم الكلام ومعاهم السلام وملتفين علي أبونا وكبيرنا وكبير الله اللي هو مفتاح الوطن خليفة بالقاسم حفتر، والراجل هذا عصران وهلا عصارة وناسة عصارة وخوتة عصارة وظناع عصارة، ونحن هضم هم اللي مثلونا. نعم أشكرك عيسى اللواطي من سلوك. إذن بشكل عام كنت في متابعة معكم ورفقة هذه الصور الخاصة لليبيا، الحدث يعني حول مؤتمر باليرمو والذي انعقد منذ صباح اليوم في شقه الاقتصادي، وهناك شق أمني وسياسي، وكما جاءت الأنباء بأن هناك مؤتمر أو اجتماع أمني سينعقد وسيكون بحضور سيادة المشير قائد عام الجيش الليبي والوفد المرافق لها. أشكركم على طيب المتابعة وألتقي بكم في حلقة قادمة من أراء، إلى اللقاء.